وصلنا لأول محطاتنا لليوم، رح نحكي فيها عن الشهادات التقنية اللي صاروا كتير من الشباب بيلجأوا لها سواء مع التخصص الجامعي أو بدون التخصص الجامعي ليدخلوا بسوق العمل. اليوم رح نحكي عن أهمية هي الشهادات، وهي تعتبر دليل واضح لامتلاك الشباب عدد من المهارات وتقنيات متخصصة. يا رشا، أكيد يا ليلى، واليوم كونه سوق العمل خلينا نقول عنه هو سوق متغير بحاجة دائما لمهارات جديدة لتقنيات جديدة ليواكب هذا التغيير وهي العصرنة مثل ما بنقول، وخاصة نحن بزمن كل يوم عم نفيق على تقنية جديدة. هل هي اليوم هي الشهادات التقنية عم تكون بوابة للشباب حتى يدخلوا سوق العمل من أوسع أبوابه مثل ما بنقول، هل هي اليوم قادرة على تعزيز هي الفرص بالعمل بسوق العمل؟ هنروح لتفاصيل أكثر مع ضيفنا لليوم وهو الأستاذ غياث زرلي، خبير تقنية المعلومات والاتصالات. يسعد صباحك أستاذ غياث، وأهلا وسهلا بحضرتك، رمضان كريم. صباح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما عم نشوف دائما الشباب عم يتجهوا نحو الدورات التدريبية المهارات، بالإضافة يمكن لدراستهم حتى في منهم ضمن جامعتهم بمراحلهم الدراسية. خلينا نحكي اليوم عن مدى تأثير هي الشهادات اللي عم تصدرها الشركات الكبرى على فرص العمل. تمام. الشهادات الشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت، مثل أمازون، مثل أوراكل، مثل سيسكو بيصدروا شهادات خاصة بمنتجاتهم الكبيرة اللي فيه إلى استخدام واسع بالعالم. بالنسبة لأصحاب العمل أو الشركات اللي حابة تستخدم هي المنتجات وجود شخص حاصل على شهادة تقنية من شركة الأم بهي المنتجات بيشجع أنه يوظف هذا الشخص لحتى يستفيد من خبراته بتشغيل المنتج التقني اللي بده اللي حابب يستعمله. إذا في ترابط بين الشهادات التقنية وفرص العمل. نعم. إضافة طبعا أنه بالنسبة للأفراد أو الشباب اللي بده يتقدم على وظيفة معينة، في لهي الشهادات وصف معين، وصف وظيفي بيساعد الـ HR بالشركة أنه يحط له وصف لهذا الوظيفة ويطلب وظائف ويحلل المهام اللي لها علاقة بهي الوظائف. طيب أستاذ غياث، وقت نقول مهارات عم يمتلكها الشباب، هل اليوم هي المهارات عم تعزز فرص العمل بسوق العمل عند الشباب، أو هل الشهادات التقنية عم تعزز المهارات عند الشباب؟ لأي درجة ممكن؟ بالنسبة لأصحاب العمل أو خلينا نقول الشركات اللي حابة تعمل شراكات مع الشركات الكبيرة، تطلب من ضمن المتطلبات هي الشركات الكبيرة أنه يكون عند اللي طالب يحصل على شراكة معينة مع أنه يكون في عنده عدد معين من الموظفين حاملين الشهادات التقنية صادرة عنه. فبناء على أو حسب عدد الأشخاص والشهادات اللي حاملينها بيرتفع مستوى هذا الشركة خلينا نقول عند الشركة الأم، ممكن يعمل له مثلا انه هذا معه شراكه ذهبيه جولدن بارتنر او بلاتينيوم بارتنر او القصص هي بناء على عدد الشهادات اللي حاملينها الموظفين عنده. فبيسعى دائما اصحاب الشركات انه يستقطبوا موظفين عندهم شهادات تقنيه مشان يرتفع مستواهم. بالنسبه للاشخاص او خلينا نقول أنا كشخص عادي خريج أو بدي أتخرج من الجامعة، إذا أنا بدي أحصل على شهادة تقنية معينة بيتطلب مني أني أدرس منتج معين أو أتعلم مهارات معينة بالخطوط العريضة كلها تبعها بمنهاج واضح، أخضع على امتحان عند الشركة الأم نفسها أو بطريقة أو غير مباشرة، عادة بيحصل الشخص على هي الشهادة اللي بتعني انه صار عنده المهارات الأساسية بالتعامل مع منتج كبير. هي بالنسبة عم نحكي لشخص هلأ مثلا بده يدخل بسوق العمل. بالنسبة للأشخاص القديمين بتعرفي دائما المعلومات عم تتطور وعم يظهر في تقنيات جديدة، إذا كنت أنا مثلاً متخرج من الجامعة صار لي 10 سنين فمعلوماتي التقنية بتكون صارت قديمة، طلع شغلات جديدة،
الحصول على شهادات تقنية بيتطلب من هذا الشخص انه يدور ويسعى ويحصل على احدث المعلومات لحتى يقدر يحصل الشهادة التقنية، فبيساعده انه يحدث معلوماته. تمام. اليوم اذا بدنا نقول هي الشهادات التقنية او المهارات اللي بيتبعها الفرد اليوم، هل هي بتغني عن الشهادة او عن التخصص الجامعي، او هو اذا فات وعمل هي الدورات وصار عنده هي المهارات وقادر انه يدخل على سوق العمل بدرجة انه مقبولة بدون ما يكون معه تخصص جامعي او شهادة جامعية؟ ممكن تغني بحالات. ممكن احيانا الشخص ما يشتغل عند شركه، يشتغل طريقه العمل الجديده اللي بيقولوا لها فريلانس. بتكفي اذا عنده شهاده تقنيه وبتعزز موقفه بالنسبه اذا بده يشتغل بشكل مستقل خلينا نقول. اما بالنسبه للشركات الكبيره مثل جوجل بلشت انه ما بقى تطلب شهادات التعليميه التقليديه، تتطلب مهارات، واكيد الشهاده التقنيه بتعني انه يمتلك حد ادنى خلينا نقول او حد معقول من المهارات انه خلينا نشوفه خلينا نجربه خلينا فهي احيانا بتغني احيانا بتكون مكمله، واحيانا بالشركات القديمه ممكن يطلبون سوا. طيب استاذ، وقت بيكون في تقديم على سي في لاي شركه، طبعا المهارات توضع بخانه جدا مهمه بقلب السي في. اليوم بنشوف انه ارباب العمل عم بيروحوا او عم يصير جذب لهدول الاشخاص اللي عندهم شهادات تقنيه. اكيد اليوم في تاثيرات ايجابيه على مسير العمل، وحضرتك ذكرت يعني هاي القصه، ولكن اذا بدنا نركز اكثر على العوامل اللي ممكن تاثر ايجابيا بالاشخاص اللي حاملين هدول الشهادات والمهارات بسير العمل. بالنسبة لسير العمل للأشخاص اللي حاملين الشهادات، الحصول على الشهادة مثل ما ذكرت بيطلب أنك تعرفي الخطوط العريضة. الشهادات إلى مدة صلاحية، يعني عادة عم تجي هدول الشهادات التقنية بصلاحية بين سنة وثلاث سنين، فبتدفع الحامل هاي الشهادة إذا بده يضل محتفظ فيها أنه يضل يواكب المعلومات والتطورات اللي عم تصير بهالمجال، يسكر كل شيء ثغرات عنده بهذا المجال. فكتير بتساعد انه يضل شخص مستمر مواكب للتطورات ويبقى منافس خلينا نقول بسوق العمل، وبناء على اخر تطور واصلين له. تمام استاذ، خلينا نحكي شوي عن التحديات اللي ممكن يواجهوها الشباب خلال حصولهم على الشهاده، او في حال حابين يتقنوا هي الدورات او المهارات ليحصلوا على هي الشهادات. بالنسبه للشهادات يمكن اصعب التحديات فيها هي موضوع الكلفه، هي كلفتها يعني ما لها قليله، اضافه لانه بتتطلب مده تحضير احيانا بالاشهر، يعني ما لها قليله معتبره المده. بالاضافه انه نحن كسوريين في عقوبات على الشعب السوري، الوثائق السوريه ما بتكون مقبوله، الارقام السوريه ما بتكون مقبوله، اذا بيشوفوك على الشبكه السوريه اكيد مالك مقبوله. فهذا الموضوع بيعقد شوي الامور. اكيد في حلول لكل شيء ذكرته، بس يعني بتصير الامور اصعب شوي. طيب اذا بدنا نحكي عن خصائص هي الشهادات بسوق العمل وتاثيرها بشكل مباشر، ان كان على الفرد او كان على القطاع العام، احنا بالنهايه اليوم رايحين اقتصاد عم نحكي، شو تاثيره اليوم؟ هذا التنوع، يعني كل ما كان الشخص يمتلك تنوع بالشهادات التقنيه. تمام. بالنسبة لتنوع الشهادات التقنية، حاليا عم يصير في مستوى تخصص أعلى مما كان قبل. صار في عنا ناس مثلا مختصين بالشبكات، ناس مختصين بقواعد البيانات، ناس مختصين بالبنية السحابية إلى آخره. ما عادت الأمور مثل أيام زمان أنه في شخص واحد بيشتغل كل الشغل. من ناحية بيكون على مستوى المعلومات عنده بيقدر ينفذ المهام المطلوبة منه بكفاءة أكبر. فهذا الحكي بيخلي أنه لازم أنا يكون في عندي خلينا نقول مراكز وظيفية لكل شخص من ولكل نوع من أنواع المهارات. بالنسبة خلينا نقول للشخص اللي عم يحصل على هي الشهادة،
الشهادة هي بتمثل مثل مشروع أو هدف، لحتى يحصل عليها لازم يكون بيخطط لهذا الهدف ويسعى له ويحصل على تدريب معين، يحصل على مهارات معينة. هي المهارات أحياناً بتطلب أو بتخليه يحتك بأشخاص بيشتغلوا بهذا المجال، بيخليه أنه يتعامل مع تحديات ما سبق مرت عليه بعمله الحالي. بالأخير بيحصل على مهارات أثناء رحلته لحتى يحصل على هي الشهادة بحد ذاتها، ما لها علاقة مباشرة بهي الشهادة، بس هي لها أهمية بالنسبة لهذا الشخص، بتساعده لحتى يترقى وظيفيا، وبتعطيه مهارات ما كانت قاصد انه يحصل عليها اصلا. تمام. اليوم اذا بدنا نحكي عن اهم المهارات او اكثر المهارات او الدورات التدريبيه المطلوبه اليوم بسوق العمل اللي لازم يتبعوها الشباب، او اكثر شيء مطلوب اليوم بسوق العمل بالنسبه لمواضيع اللي لها علاقه بسوق العمل المباشر، في تنوع وكثير، يعني المجالات واسعه. على سبيل المثال اذا كنا عم نحكي بعالم الاي تي مثلا، في الشغلات اللي لها علاقه بتطبيقات الموبايل والويب مطلوبه كثير، بتحتاج مده تدريبيه معينه عاده ما بتكون طويله. في تخصصات ثانيه مثل قواعد البيانات مثلا، او الشبكات، او امن المعلومات، تتطلب مده تدريبيه طويله، وانه يخضع الشخص لدورات كثيره لحتى يبلش ينطلق بهذا المجال. خلينا نقول على الواقع تختلف مده التحضير للدخول بهذا المجال، كل واحد حسب الرغبات وين بيلاقي حاله انه بيتميز اكثر، بيروح على الطريق اللي بيلاقيه. صحيح. ويمكن اليوم استاذ اي حدا بيكون عنده او بيمتلك هدول الشهادات التقنيه، كمان الاحتكاك والعمل ضمن سوق العمل عم بيزيد من خبرته، عم يعطي خبره جديده بالتواصل وباستخدام هاي المهارات بشكل صحيح. اليوم اذا هدول الشباب والصبايا حبوا يروحوا للشهادات التقنيه، اليوم في نصائح من حضرتك للتاسيس الصح، شو هي اهم النصائح؟ اول شيء بده يكون الواحد حاطط هدف، يعني شو هدفك من خلينا نقول اهدافه بالنسبه للعمل، وين شايف حاله انه بده يكون، شو حابب يشتغل بالضبط. بناء عليه بيبحث عن اهم الشركات او اهم المزودين خلينا نقول لهي المهارات. بيروح بيدرس المهاره يلي بتناسبه، بيسعى انه يحصل على شهاده، اذا قدر يحصل على شهاده من الشركات الام فخير، يعني اذا ما قدر يحصل على شهاده من الشركات الام في مستويات اقل الحصول عليها ابسط، مثل مثلا شهادات الحضور اللي عم تقدمها مواقع التدريب مثل كورسيرا ويوديمي، لينكد ان كمان بتعطي شهادات حضور، احيانا بتعطي شهاده مكتوب عليها انه خضع لتدريب مدته مثلا 30 دقيقه او 45 دقيقه، عم يعطوه شهاده فيها. تماما. هذا السؤال اللي اسالك اياه، انه دورات يوم يومين او دوره اسبوع، هل هدول الدورات فعلا لهم فائده ام لا، او حسب الشخص اللي عم يدرب، او حسب الفائده يمكن اللي موجوده بهذا الكورس؟ بالنسبه لمده الدوره، على سبيل المثال بمجال قواعد البيانات، اطول دوره مدتها 5 ايام عمل كامله، 40 ساعه. ورشه عمل هي مو دوره تدريبيه، فينا نقول هي بين الدوره، يعني بيكون فيها جزء نفسه انه تدريبي، وبيكون فيها جزء انه ورشه عمل. هلا الطريقه هي اللي بتصير حجم المعلومات اللي كثير كبير مضغوط بمده زمنيه معينه، لا يعني انه انت بكفيكي 5 ايام لحتى تتعلميها. تماما. ممكن تطلب اكثر من هيك بكثير، يعني التدريب لحتى يقدر الواحد يكتسب هي المهارات. احيانا بيكون في مثل ما ذكرتي شهادات عم تعني انه حضر الدوره لمده نص ساعه او ساعه. اثبات وجود استاذ اليوم. هلا هي يعني خلينا نقول انه انا احسن انه يكون عندك اياها ولا ما يكون عندك اياها. بدنا نشكرك اليوم لحضورك الاستاذ غياث الزرلي، خبير تقنيه المعلومات والاتصالات، شكرا لحضورك وموفق في يومك. شكرا لحضورك لنا معنا، والتوفيق لكل الشباب.